لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج التور. التور النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، عندهم القمر في منزل الأصدقاء، وممكن يكون عندهم صداقات جديدة هتنشأ، ممكن يكون عندهم لقاءات موفقة جدا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى المهني، ممكن يكون من خلال اللقاءات دي حققوا فوائد للمستقبل ويهتموا جدا انهم يعتمدوا على اللباقة اللي الفلك هيديها لهم النهاردة. كمان على المستوى العاطفي عندهم طاقة عاطفية هائلة ممكن تساعدهم ان هم يحققوا قوة اكبر لعلاقاتهم العاطفية.